السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. كثير من الشباب بيسألني بيقول لي يعني الزواج من الأجنبيات يعني إيه الوضع؟ يعني الزواج بالأجنبيات شيء يعني مستحب ولا شيء مش كويس، وايه سلبياته وايه ايجابياته وايه دوافع الزواج بالاجنبيات؟ اولا يعني الموضوع طويل جدا، لكن يعني ان شاء الله سألخصه في بعض النقاط. النقطة الأولى يعني ما حكم الزواج بالكتابيات او الاجنبيات؟ اثنين، ما الدوافع وراء هذا الزواج؟ ثلاثة، إيجابيات الزواج من الأجنبيات. أربعة، سلبيات الزواج من الأجنبيات. أولا كلمة يعني أجنبية، لما نقول مثلا امرأة أجنبية في الفقه الإسلامي، امرأة أجنبية يعني من غير محارمك، يعني غير أمك وغير أختك وغير خالتك، كل امرأة غير محارمك فهي امرأة أجنبية. المرأة الأجنبية أو الأجنبيات تنقسم إلى قسمين، قسم يعني امرأة أجنبية يعني لا تعيش معك في موطنك مثلا كمصريين، نقول مثلا على أخواتنا السعوديات أجنبيات عن المصريين، رغم اختلاف الموطن فقط، يعني اختلاف الدين، لا ليس في اختلاف الدين وليس في اختلاف الثقافة ولا في اللغة، إنما اختلاف الموطن فقط، فنقول أيضا عليهم هم أجنبيات. وإما أن يكون الاختلاف كامل، يكون في الدين ويكون في اللغة ويكون في الموطن ويكون في الثقافة، لذلك هذا مثلا الأجنبيات في الغرب، الأجنبيات في الغرب والآسيويات والأفارقة واللاتينيات، هذه أجنبيات عنا في كل شيء. طيب، حكم الزواج من الأجنبيات. أولا الأجنبية إما أن تكون مسلمة وإما أن تكون غير ذلك، فإن كانت مسلمة يعني خلاص تدخل في باب المسلمات مؤمنة، وإن الله عز وجل حثنا على الزواج من المؤمنات، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وإن كانت نصرانية أو يهودية أيضا حثنا الإسلام، أو لم يحث يعني يجوز في الإسلام الزواج منهن، ولكن يشترط العفة فيهن، يشترط الإحصان والعفة فيهن. قال الله عز وجل في كتابه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يعني يجوز الزواج من نساء أهل الكتاب، ولكن يشترط الإحصان، يعني الإحصان هنا العفة، أن تكون المرأة عفيفة، يعني غير متخذة أخدان ولا عشيق كما يحدث الآن في بلاد الغرب. إذن عندما يعني تسألني عن أهل الكتاب أو نساء أهل الكتاب في الغرب، أقول لك يشترط الإحصان، وهذا بعيد جدا عن نساء الغرب النصارى أو اليهود. اليهود عندهم تحفظ بعض الشيء، لكن النصارى هنا إذا بلغت المرأة، أنا أحدثكم من منطلق يعني خبرتي في هذه البلاد، ويعني أنا عشت في الإكوادور، أنا أتكلم عن أمريكا اللاتينية، وأيضا أصحابي في أوروبا وأصحابي في أمريكا الشمالية يعني يتكلمون بنفس الكلام. إذا بلغت المرأة 16 من عمرها، لابد وأن يكون لها عشيق، لابد وأن يكون لها خدن، لابد أن تفعل الفاحشة، لابد أن تمارس الرذيلة معه. يعني أحكي قصة حدثت أمامي، يعني أحد المسلمين هنا في هذه البلاد، يعني بنته مسلمة الحمد لله رب العالمين، هو ربى بناته على الفضيلة ورب بناته على التقاليد العربية، يعني دائما يحدث بناته يعني على الحفاظ على الدين والحفاظ على العفة. حتى مرضت بنته وعرضت على طبيبة نفسية، فاكتشفت الطبيبة قالت ان هذه البنت يعني كئيبة، وهذه البنت يعني سبب مرضها انها يعني ليس لها خدن وليس لها عشيق. وثم اكتشفت بعد ذلك أن هذه البنت ما زالت بكرا، فقالت هذا سبب اكتئابها. لذلك يعني فقالت لها البنت: أنا مسلمة ولا يجوز لأحد قط أن يلمسني إلا زوجي، يعني سبحان الملك. فتقول هنا عند الناس يقولون
إن لم تفعل البنت الفاحشة وقد تجاوزت 20 أو من 16 إلى 20 فهي يعني معقدة نفسيا. لذلك إذا أردت الزواج من الأجنبيات لابد من الإحصان حبيبي، لابد من الإحصان أن تكون محصنة. يعني كل العرب أو كل المسلمين الذين تزوجوا من بنات مثلا الغرب أو اللاتينيات يعني ما كانوش محصنات، لا في محصنات، في عائلات محافظة على بناتهن، لكن قليل جدا قليل جدا، لكن الغالب هذه البنات ليست محصنات وليست عفيفات إلا من رحم الله عز وجل. إذن الحكم يجوز، لكن لابد أن تكون من أهل الكتاب. أما لو كانت مشركة أو ملحدة أو من عبدة البقر أو من غير أو غير ملة، غير ملة الإسلام أو النصرانية أو اليهودية، فلا يجوز للمسلم الزواج منهن، وخصوصا الملحدات، وقد كثر الإلحاد في هذه البلاد والعياذ بالله. أيضا ما هي الدوافع وراء الزواج من الأجنبيات؟ يعني ليه الشباب المسلم وخصوصا الشباب العربي يعني يرغبون في الزواج من الأجنبيات؟ هناك دوافع كثيرة جدا. الدافع الأول وهو دافع اقتصادي وما تمر به البلاد العربية من ركود اقتصادي، أو يعني دعونا نتحدث عن مصر. يعني مصر يعني تمر مرحلة صعبة جدا، مرحلة اقتصادية صعبة جدا، يعني ليس هناك وظائف للشباب، ليس هناك عمل متوفر للشباب. لذلك الشباب المصري يرغب في الزواج من أجنبيات حتى يعني يهرب من الواقع الاقتصادي والواقع الأليم في مصر، لذلك يلجأ إلى الأجنبيات والزواج منهن. فهو هذا الزواج بالنسبة له طوق نجاة، يعني من خلال هذا الزواج يستطيع أن يحصل على عمل، ومن خلال هذا الزواج يستطيع أن يهاجر من بلده، ومن خلال هذا الزواج يستطيع أن يحصل على الجنسية والإقامة الدائمة في بلد الزوجة. هذا هو الدافع الأول. الدافع الثاني هو من باب الشهوة. يعني دائما نسمع أن البنات الغرب شقراوات وذوات أعين خضراء وزرقاء، لكن يعني قليل جدا من لديه مال يستطيع أن يعني تزوج أو أن ينتقي من هذه البنات أو من هؤلاء البنات كما يشاء. أما يعني المصريين، نتحدث عن المصريين مثلا، يستطيع أن يتزوج من أي فتاة ولو كانت حتى كبيرة في السن. هو يريد أن يخرج من بلده حتى يجد يعني عملا أو يجد وظيفة في بلد الزوجة. أيضا هناك عامل، وهو عامل من باب يعني خليني أقول لك باللغة المصرية من باب الفشخرة. يعني الفشخرة يقول فلان ابن فلان تزوج من امرأة أجنبية وتجعل يعني وتراه سعيدا في ذلك. كيف يعني كيف تسعد بالزواج بامرأة أجنبية غير امرأة عربية، رغم أن الله عز وجل في كتابه قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. طبعا يعني من منطلق خبرتي وسألت كثير من الناس، أنا سافرت الإكوادور والدومينيكان وهندوراس والسلفادور وغواتيمالا، وما زال القوس مفتوح إن شاء الله رب العالمين. سألت جميع العرب والإخوة المسلمين المتزوجون من الأجنبيات، والله ما شكر لأحد في هذه الزواجة. قال والله وإن كانت مؤمنة ومطيعة إلا أن طباعها يعني مختلف، إلا أن أيضا تقاليدها يعني مختلفة عن تقاليدنا، وأيضا الأطفال يعني دائما يتأثرون بالأم، يبقى من باب الفشخرة. يعني فلان هو عاوز يبحث عن ميزة. طيب إيه هو الميزة؟ إما أن يتحدث بلغة أجنبية كما يحدث في مصر. يعني البنت مثلا عندنا يعني إذا أرادت أن تكون مثقفة، وكذلك الولد إذا أراد أن يكون مثقف يعني يتعلم لغة، وتجده يتحدث مع الناس حتى العامة كلمة عربي وكلمة إنجليزي، حتى يعني من ضمن الكلام الكلمة فلافل عندنا في مصر مثلا، فلافل أو طعمية. طبعا في العالم كله، في أمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، هذا يسمى فلافل. يعني أنت لو ذهبت إلى أحد المطاعم وطلبت هذا الطلب وقلت له فلافل، يعرف من الفلافل. هناك في مصر في بنات يعني مسمينها اسم أجنبي، مش عارف جرين إيه، مش عارف، نسيتها والله. تمام، طب ما تقولي فلافل، ما هي اصلا معروفه في العالم كله فلافل. طبعا في كلمه عربي وكلمه اجنبي، ليه؟ حتى يقال عليها انها مثقفه، او يقال عليه انه مثقف وذو ثقافه وذو تعليم عالي. وطبعا هذا يعني ليس صحيح. هذا الشاب يريد ان يتزوج امراه اجنبيه حتى يقال عليه، يعني يبحث عن ميزه عن بني جلدته، حتى يقال عليه انه مميز، انه مثقف. في دافع اخر
وهو الدافع الديني. يعني في واحد يقول لك لا انا اتزوج امراه من اهل الكتاب او نصرانيه او اوروبيه او لاتينيه مسيحيه يعني وان شاء الله ربنا يهدي الاسلام، وهذا يعني قليل قليل جدا يعني من يفعل ذلك، ويعني لا يمثلون يعني اقل من اكثر من 1% من يفعل ما تزوج امراه اجنبيه اوروبيه واسيويه او افريقيه او ايا كانت من اجل يعني ان يدعوها الاسلام. طبعا هذا يعني من باب الدوافع، انا قلته من اخر دافع حتى يعني ايه يعني يسند او يسند بقيه الدوافع. يبقى هناك في دافع اقتصادي، وهناك في دافع يعني شهواني، وفي دافع فشخره، وفي دافع مثلا دافع ديني او وعظ ديني يحثه على ذلك. طبعا السلبيات، يعني نبدا بالسلبيات ولا الايجابيات؟ الايجابيات، ايجابيات الزواج من الاجنبيات. اول ايجابيه انك يعني تتعرف على ثقافه جديده، تتعرف على بلد جديد، يعني تتيح لك الفرصه للتعلم اكثر، تعلم لغه جديده، الحصول على اقامه دائمه او الحصول على جنسيه. وطبعا يعني الحصول على الجنسيه تختلف من مكان لاخر، يعني هناك دوله تمنح الجنسيه للمتزوج من يعني من فتاه هذه البلد يعني بطريقه سهله وسريعه، وهناك بلاد يعني تحتاج الى وقت كثير جدا لاستخراج هذه الاقامه او الباسبورت او جواز السفر. ايضا يعني هناك بلد بتشترط شروط. طيب ايه تاني من ضمن الايجابيات؟ تعلم لغه جديده مما يتيح لك تعلم ثقافه هذه البلاد. ايه الايجابيات ايضا؟ تحسين النسل. يعني ايه تحسين النسل؟ طبعا احنا نعلم في الطب يعني كما يقال اطباء يعني، ولكن هذا الكلام ليس يعني يعني مسلم به 100%. يعني اقول كلما ابتعد الانسان عن جنسه كلما كان في نسله يعني قوه، وكما ويكون في نسله ذكاء. بتتزوج عربي باعجميه يعني يكون النسل جميل. طيب صحيح ربما تحصل على اطفال يعني شعرهم اصفر وعينهم خضراء او زرقاء وتحصل على ما تريد، لكن ربما ايضا الاطفال يعني يطلعوا شبهك، ده المشكله، وممكن الاطفال يطلعوا شبهك انت، يبقى انت كده ولا استفدت في شيء. طيب ما دي من ضمن الايجابيات. اما ايضا من ضمن الايجابيات بالزواج بالاجنبيات ان انت ممكن تاثر عليها، ممكن تاخدها في بلدك، لكن انت سافرت اصلا انت تزوجتها حتى تهرب من بلدك. طيب من ضمن السلبيات كثيرة كثيرة جدا جدا جدا، ما سألت أحدا متزوجا من أجنبية إلا وقد نهاني عن ذلك. أنا أردت أن أتزوج من أجنبية لكن الحمد لله رب العالمين هداني الله عز وجل للزواج من امرأة عربية مصرية قريبة لي. يعني كلما يعني احنا بنقول كلما ابتعدت عن بيئتك وعن جنسك كان الجنس أفضل، لكن يعني أنا أعتبر في هذه الأيام صعب جدا صعب جدا. لذلك اختلاف من السلبيات اختلاف الدين. طيب يا شيخ ما انا الرجل، ما انت اصلا زمان كان العرب يتزوجون من الاجنبيات وكانت الغالبه للاسلام وكانت الغالبه للمسلمين، كان الرجل يعني هو المؤثر الاول والاخير على المراه، وكانت المراه تحافظ على تعلم لغه الرجل العربي لان هذا شرف لها. كل الغرب وكل العالم كان يريد أن يتعلم اللغة العربية وكان يريد أن يتعلم الثقافة العربية لأن هذا شرف له، لأن الإسلام كان ذا حضارة، كان ذا حضارة عريقة، وكان الإسلام متقدمون. أما الآن فالغلب له، أما الآن فالغلب لهم. فأنت إذا تزوجت بأجنبية فهي سوف تؤثر عليك أكثر من تأثيرك أنت عليها، وهذا نقطة في غاية الأهمية. مهما كنت رجل ومهما كنت قويا ومهما كنت حازما إلا أن تأثيرها سيكون أشد عليك، وخصوصا في بلدها وسط مجتمعها وتقاليدها ودينها وأبنائها، كل ذلك سوف يؤثر عليك. اثنين من ضمن السلبيات أن القانون الغربي جميعا في صالح المرأة. يعني أنت مثلا عندما تتزوج امرأة عربية، احنا كعرب يعني يقول دمنا حامي، يعني ربما تنفعل عليها، ربما تضربها، ربما يعني تغضب منها، هذا لا تستطيع أن تفعله مع الأجنبية. إن فعلت شيئا لأن مثلا يعني رفعت صوتك في وجهها ربما تبلغ البوليس، ويأتي البوليس ويحطك في السجن على طول. أيضا القانون دائما إذا والمرأة الأجنبية لا تستمر مع الرجل قط، يعني معظم الناس اللي شفتوه متزوجين من نساء يعني أجنبيات
خمس ست سنوات وانفصلوا، وبعد ذلك ياخذوا نصف ميراث الرجل، نصف بنصف. لو انت تملك بيت نصف بنصف، تجد انت تعيش في اوضه وهي في الثانيه اوضه ملكها، الحكومه تعطيها ذلك. ايضا من ضمن السلبيات ان الاطفال يتاثرون يعني بنسبه كبيره جدا بالام، بلغه الام، بثقافه الام، المدارس ايضا بالمدارس هنا وكل شيء. حتى يعني اذا بلغ الاطفال الحلم او بلغ الاطفال سن البلوغ، والله لا تستطيع ان تسيطر عليه نهائيا، خلاص اصبحوا يتحدثون غير لغتك. حتى مهما بلغت، حتى مهما بلغ يعني مهما بذلت من الجهد ومهما فعلت معهم لتعلمهم دينهم ولتعلمهم ثقافتهم ولتعلمهم لغة أبيهم، والله لن تستطيع أن تؤثر عليهم كما تؤثر عليهم أمهم وكما يؤثر عليهم المجتمع من حولهم. لذلك إخواني والله في سلبيات كثيرة جدا كثيرة جدا، يعني الموضوع طويل جدا. لذلك يعني نحن نشجع المنتج المحلي. والله المرأة العربية مرأة يعني عفيفة، مرأة يعني حريصة على إعمار بيت زوجها، حريصة في نسب طلاق كثيرة جدا في بلادنا، لأننا ابتعدنا عن نهج الإسلام، ابتعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ولكن والله المرأة العربية، المرأة المسلمة، لذلك يعني أدعو كل الشباب قبل أن يعني يخطو هذه الخطوة، لابد أن يسأل الناس الذين سبقوه في هذه النقطة، يعني أتزوج أو لا. هذا الأمر صعب جدا إخواني. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.